الخطة الأمنية تضمنت أيضا تخصيص فرق لمواجهة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية، ومنها التسول والافتراش المعيق لحركة المعتمرين والمصلين، وسيتم ضبط كل مرتكبي هذه الظواهر السلبية. ومن الأهمية أن نذكر أن الحرم وساحاته خصصت للعبادة، وأرجو من جميع الزوار التقيد بهذه المقاصد. أنا آمل من زوار الحرمين الشريفين أن يكون عونا لنا كما عودونا دائما في جودة تنفيذ خططنا، كما أهب المعتمرين والقاصدين أيضا للحرم عدم مزاحمة مستخدمي عربات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن هذه العربات خصصت لهذه الفئة، ومن المتوقع أن يتزايد عليها الطلب في هذا الموسم.